السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الخميس 16 يناير 2020 والساعة 10:05 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وصفحتي، في الحقيقة صفحتي اليوتيوب وصفحتي الفيسبوك. أزل في اللون إخواني، حي الله حرر البلاد أينما كانوا، حي الله رجال ونساء الجزائر الذين يقاومون ويناضلون ويجاهدون من أجل استرجاعها واسترجاع الحرية، من أجل نهضتها، من أجل عزتها، من أجل كرامتها وكرامة هذا الشعب. حي الله الأحرار في كل مكان، حي الله إخواننا اللي راهم يتحضرون للذهاب إلى برلين من عدة دول أوروبية، وحتى من الجزائر سيأتي البعض إلى برلين في حقيقة الأمر، لكي نقول للعالم أجمع أن تبون ومن معه لا يمثلون الجزائريون ولا الجزائريين ولا يمثلون الدولة الجزائرية ولا يمثلون الشعب الجزائري، لأنهم جاءوا بالتزييف ويستمرون بالتزييف، ليس فقط في انتخابات 12 ديسمبر المزيفة، وإنما هذا نظام عمره الآن يقترب من 58 سنة، تتبدل وجوهه ولكن تظل طبائعه وسلوكه وتصرفات أشخاصه هي. إنهم يريدون أن تظل الجزائر غنيمة رهينة في أيديهم بكل أسف وألم، بدل من أن كانوا يفكرون من أن هذه الجزائر في الحقيقة تكفي ليس لأربعين مليون فقط، إنما 400 مليون يستطيعون أن يعيشون فيها بكل عزة وكرامة، بدل أن يفكروا من أن يأخذوا شرعيتهم وسلطتهم من الشعب، يريدون أن يأخذوه من القوى الخارجية، وكلها أو أغلبها قوى استعمارية، بل أن هناك دويلات الآن مثل دويلات الإمارات تلعب كما تشاء في البلاد وتتصرف بكبار المسؤولين من جنرالات ووزراء قدماء وجدد، وأحيانا بعض الولات، بعض الأكاديميين، بعض السفراء، بعض القضاة، تتصرف في الإمارات كما يتصرف السيد في العبد، لأنها يعني تشتري ذمامهم بكل أسف وألم. الإمارات اللي دورها الأساسي إما السيطرة على البلاد مثل ما فعلت في مصر عن طريق الصبي نتاعها السيسي ومن معه، وإما تدمير البلاد تماما كما فعلت في اليمن وتفعل الآن في ليبيا. حي الله الأحرار مرة أخرى، وشدد للناس اللي عاودوا اتصلوا، سأكون هناك ولن تخيفنا لا التهديدات لا بالقتل ولا بالخطف ولا بأي شيء، وإن فعلوها فقد فعلوها من قبل في ألمانيا، لقد قتلوا قبل 50 عام أحد صناع الثورة الجزائرية كريم بالقاسم رحمه الله، قتلوه خنقا في مدينة ألمانية في فرانكفورت. لكن سنكون هناك وسنواجههم بإذن الله، وسنرفع شعارات تندد بعصابات الحكم التي تريد تحت أي ظرف أن تستمر وتسعى إلى تفكيك الحراك، والحراك لن يتفكك بإذن الله حتى يفكك دولة الحنوشة. لن يدخل الجزائريون إلى بيوتهم حتى يسترجعوا كرامتهم على أكتافهم وعزة البلاد في أيديهم بإذن الله. اليوم إما عزة الجزائر والشعب الجزائري ونهضة البلاد وتطورها وكرامتها، وإما دولة الحنوشة تستمر فتتفكك البلاد لا قدر الله. هناك صراع وجودي، إنه ليست قضية هذا أو ذاك، هذا الوزير أو ذاك الرئيس، هذا الجنرال، صراع وجودي بين دولة الحنوشة، بين دولة الرداءة والفشل والخيانة، النهب، العصابات، وراكم تشوفوا سجنوا بعضهم، راهم ربما نصف العصابات أو على الأقل بعض رؤوس العصابات راهم في السجن، وبين الدولة الجزائرية اللي حلموا بها الجزائريون عبر التاريخ ويحلموا بها الشباب اليوم كما يحلموا بها الكبار ويحلم بها كل الناس، دولة عزيزة كريمة تكون هي القوة الضاربة في شمال إفريقيا
وتكون قوة على الأقل قوة إقليمية. فإذا زدنا وشاركنا كل إخواننا معنا من يحيطوننا شرقا وغربا، فإنها بكل تأكيد ستكون الدولة المغاربية الكبرى بإذن الله. واحد مرة سألني قال لي ليش تقول الدولة المغرب الكبيرة؟ قلت له لا، الدولة المغاربية الكبرى تعني كل هذه الخمسة دول، وهذه التسمية على الأقل الناس لا تختلف حولها. إذن سنلتقي بإذن الله في برلين. كثرونا من الأعلام إخواني، كثرونا من الأعلام الوطنية ومن الشعارات المنادية بالدولة المدنية. اليوم أرسلوا وزيرهم أمس وأول أمس إلى الإمارات وإلى السعودية. ذهب إلى الإمارات والسعودية، راح يطلب في الدراهم، راح مثل ما راح نزار في مثل هذه الأيام سنة 93. لكن قبل أن أعود إلى هذا الموضوع، خلونا بما أنها الذكرى 28 لاستقدام بوضياف في مثل هذا اليوم 16 يناير 1992 استقدم الجنرالات بوضياف رحمه الله. هل نسمع وش يقول؟ بكل أسف ما تعدهاش، بكل أسف هو الشعب الجزائري ما تعدهاش، بل دخلوه في حرب قذرة شديدة القذارة، خاصة بعد مقتل محمد بوضياف ووصول أحد كبار الدمويين من الوجوه المدنية البائسة المقبور رضا مالك. وصوله وقول تلك القولة الشنيعة على العنف أو على الرعب أن ينتقل للطرف الآخر. في مثل هذا اليوم جاء ببوضياف رسميا لأول مرة، في الحقيقة كانوا جابوه قبل حوالي أسبوع قبل ذلك إلى الجزائر، لكن رسميا وبالكاميرات وببهرجة وباحتفالية كبيرة في مثل هذا اليوم 16 جانفي 92. كان المفروض أن يكون اليوم تاع الدور الثاني للانتخابات التي قرروا إيقافها، لأن الشعب لم يعرف كيف يختار كما ادعوا. وجاوب بوضياف وكان عمره يومها 72 سنة. بوضياف كان أحد أباء الثورة، بوضياف كان أحد الثائرين منذ أن عقل على نفسه، منذ أن فهم في الدنيا. في منتصف ربما 15-16 سنة بدأ بوضياف نضاله، وربما أخطر المواقف اللي كان فيها هي وجوده في المنظمة الخاصة أو المنظمة السرية لوس كما كانت تعرف، واللي يلعب فيها دور رئيسي قبل أن تفكك هذه المنظمة. ولكن هذه المنظمة وعناصرها بالذات، أكثر عناصرها، هم الذين سيشكلون النواة الأولى لجبهة التحرير الوطني، وهم الذين سيعلنون الثورة. وقد كان أحد الستة في الداخل الذين أعلنوا الثورة، وثلاثة في الخارج هم بن بلة وأي تحمد وخيدر، كانوا في القاهرة يومها. بوضياف أحد كبار الثوار الذي لم يتوقف، ولديه مقولة شهيرة جدا قالها لزملائه في البيبيا أم تي أل دي، كان آنذاك حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الديمقراطية. كان هناك خصومة شديدة ما بين المصاليون أي الذين يناصرون مصالي الحاج، وبين المركزيون أي خصوم مصالي الحاج. اندفع الطرف الثالث اللي سيعرف واللي تشكل واللي هو اللي سيشكل الكرية، ثم سيشكل جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني، وكان من هؤلاء بوضياف. له مقولة شهيرة قالها للذين كانوا مجتمعين في سينما في العاصمة،
من الثوار أو من الوطنيين، قال لهم قبل هذه في 54، في بداية 54، ستقوم الثورة بكم أو بدونكم أو إذا لزم الأمر ضدكم. وبالفعل قامت الثورة ببعضهم، وقامت الثورة بدون بعضهم، وقامت الثورة ضد بعضهم، وانتصرت الثورة. لكن بمجرد أن انتصرت الثورة كان جيش الحدود يزحف على العاصمة ويستولي عليها بعد قتل الآلاف. قبل 10 سنوات اعترفوا بمقتل 2000. كثير من المصادر تقول أن القتلى قد يصلون إلى 10,000، ما بين مجاهدين وما بين الطرف الثاني تاع جيش الحدود، جنود خاصة، وما بين مدنيين. المهم القتلى بالآلاف. ويجد نفسه أو يجد أنفسهم مع كبار الثوار أيت أحمد بوضياف وغيرهم، يجدون أنفسهم في مواجهة مرة أخرى مع جيش الحدود، وينهزمون أمام جيش الحدود الذي كان مدعوم من طرف عبد الناصر ومن طرف ديغول ومن طرف حسن الثاني، بشهادة يوسف بن خدة يومها نفسه في رده على سعيد محمدي اللي يقول له كيف تريدني أن أواجه جيش يدعمه ديغول ويدعمه عبد الناصر ويدعمه الحسن الثاني. ويفر بوضياف إلى المغرب، ينجو بعد سجن طويل يحكيها في كتابه أوفال ألجيري، كتاب ممتاز أدعو الناس إلى قراءته، وأعتقد أنه متوفر بالعربية وبالفرنسية، وإن شاء الله كاش نهار نعمل له حتى قراءة في الكتاب وأعطيك ملخص له. إذن يفر في النهاية، يجد نفسه في المغرب وفي مدينة القنيطرة بالذات، ويبدأ حياته من جديد، أسس حزب ويبدأ حياته من جديد، حياة النضال ولكن حياة الخبزة أيضا. ويظل كذلك حتى بداية حتى أكتوبر 88، حينما يبدأ الشعب الجزائري يتعرف قليلا على تاريخه، ويظهر بوضياف في بعض الجرائد، بعض يديروا معه حوارات، ثم يظهر حتى في التلفزيون الرسمي يومها في أكتوبر أو نوفمبر، ويقول كلمة مشهورة يومها أن على الحكام، على حاكم الحكام الجزائر أن يقبلوا بصوت الشعب، لينتخبوا الشعب هو اللي يكون. لكن للأسف أسابيع بعد ذلك يقنعوا علي هارون وآخرين، وزوجته أيضا، زوجة بوضياف دخلت في اللعب أيضا، بأنه مطلوب في الجزائر ومراد في الجزائر، وأنهم هو الذي سينقذ الجزائر. لماذا؟ قال كان الجنرالات يحتاجوه بعد أن ألغوا الانتخابات وأقالوا الشاذلي بن جديد وأطاحوا الدستور. فيصل في مثل هذا اليوم ويستقبل استقبال الأبطال، وهو الذي كان قبل سنوات فقط ولأكثر من 20 سنة تقريبا، منذ أن وصل المغرب في ممكن في نهاية 63 أو 64 إلى بداية الثمانينات، وبوضياف يسموه الخاين بوضياف، والخاين أيت أحمد، والخاين بن بلة، خونة، يعني اللي قاموا بالثورة كانوا خونة، إما قتلوا وإما سجنوا مثل بن بلة اللي بعد سينقلبون عليه، وإما فروا بجلودهم إلى الخارج. إذن يجيبوا هذا اللي كانوا يسموه الخاين ويعينوه على رأس الدولة. بكل أسف يقبل بوضياف ويتعين على رأس الدولة، ويبدأ يكتشف الحقائق. لن أطيل في هذا الحديث طويلا، هذا حديث طويل وعميق، لكن أعطيكم فقط بعض الإشارات هنا وهناك. يبدأ يكتشف الحقائق، ومن بين الحقائق أنه يجد أن البلد غارقة في الفساد. يروح تشوف الآن هذاك الفساد تاع 92 هو قطرة في البحر تاع الفساد اللي داروا بوضياف، اللي داروا بوتفليقة ومن معها، بما فيهم تبون هذا بالمناسبة. كان أحد الطرابندست في قضايا السكن وفي قضايا، يعني قضية طويلة. إذن يبدأ يكتشف الفساد، ويبدأ بعملية تعيين بعض المسؤولين خاصة من المخابرات، من دي ار اس يومها،
يعينهم للبحث في الملفات. تذكر منهم جيدا الرائد مراد هذا، ولكن غيره، فيبعث بهم إلى الخارج للبحث في الملفات وفي ملفات النهب، ويبدأ يتصل. وفي حينما وصل في وقع الأمر اتصل ببعض ولم يتصل بالجميع. اللي قالوا له لالتقاوه من الأحرار قالوا له احذر، احذر يا أبو ضياف، فإن الذين جاءوا بك يريدونك فقط لتمرير هذه الأشهر، وأنهم لن يقبلوا أبدا بما في ذهنك، لن يقبلوا أبدا بدولة مدنية. ذكروه كي يذكروه مباشرة، كي يكتبوا له رسائل عن طريق آخرين، وكي يكتبوا في الجرائد، وكان من بين اللي ذكروه آيت أحمد، من بين اللي ذكروه مهري، من بين اللي ذكروه عبد القادر الحشاني رحمه الله جميعا. بل أن رسالة عبد القادر الحشاني ربما اللي بعثها له هي اللي سارعت وأعطت الفرصة للجنرالات أن يسجنوا عبد القادر الحشاني، وهو الفائز يومها بالانتخابات. بكل أسف لم يستمع بضياف. المهم بدأ يكتشف الحقيقة، ومن بين الحقائق الفساد العارم. بدأ يكتشف الفساد العارم. في نفس الوقت كانوا الجنرالات يقومون بنقل آلاف الجزائريين وإرسالهم إلى الصحراء، إلى أماكن، خاصة في بعض الأماكن كانت أماكن أين أجرت فرنسا الاستعمارية أجرت تجاربها النووية والجرثومية والكيميائية. وبكل ألم وأسف كثيرين فيما بعد سيموتون نتيجة للسرطان، وما زال منهم يعاني من يعاني من السرطان اللي ما ماتش. يبدأ بوضياف يكتشف الحقائق، ومن بين ما يبدأ يعمل عليه هو تسوية الأمور مع المغرب، ويقبل الحسن الثاني بالاتفاقية الحدود اللي كانت موجودة قبل، ولكن الحسن الثاني كان يرفض توقيع عليها. يقبل الحسن الثاني بالاعتراف بالحدود الجزائرية وبالتوقيع على الاتفاقية الحدود، وبالفعل يتم التوقيع على ذلك بشرط أن تعيد الجزائر النظر في موقفها من قضية الصحراء الغربية. ثم يبدأ بوضياف الاصطدام بالجنرالات. أول جنرالات الذين سيصطدم بهم هو محمد العماري. محمد العماري كان يومها قائد القوات البرية، ويبدو أنه دخل عليه في المكتب وقال له كلام خشن وغليظ للرئيس بوضياف، فما كان هذا الرجل إلا أن يستعيد ثوريته وعنفيته ويطرد الشرط طرد من رئاسة الجمهورية ويأمر بعزله. لكن نزار سيراوغ ويعين مستشار عنده. محمد العماري يصبح مستشار عند نزار بعد أن طرده بوضياف، ويعين بوضياف قائد قوة برية جديد ويبدأ في العمل. لكن قبل أن يبدأ في العمل أيضا يبدأ يزور، يدير خطابات، يبدأ يعطي نوع من الأمل للجزائريين، ولكن في شهر ماي يقرر أن يحضر للعرس نتاع ابنه الطيب في المغرب ويذهب إلى المغرب. قبل أن يذهب كان توفيق، جنرال توفيق قائد المخابرات يومها واللي قاد الDRS 25 سنة وأنشأ دولة التوفيق الرهيبة والإجرامية. إذن توفيق يذهب ويهد ويطلب منه أن لا يذهب، لكن بوضياف يرفض أن يكون هو أوصية عليه، وأيضا يطرد من المكتب. وإن كان توفيق كان يتكلم معه بأدب، لكن بوضياف أيضا طرد ربما بأدب على الاعتياد المعتاد عليه بوضياف. يذهب إلى المغرب، تنشر جريدة كانت تسمى جريدة المساء، جريدة حكومية، لست أدري إذا كان راهي ما زالت موجودة أم لا، تنشر مقال طويل أو ملف سمات الجزء الأول وانتهاج من المغرب بشدة، وبوضياف موجود في المغرب. يرفض بوضياف العودة ويقول لهم، لأنه سمع بأن الجزء الثاني سيصدر بعد يوم أو يومين، يقول لهم إذا أصدرتم الجزء الثاني من هذا الملف اللي راكم تهاجموا فيه في المغرب لما أنا وصلت له فإني لن أعود، سأبقى أينما كنت. يتراجع الجنرالات
لا ينشرون الجزء الثاني. الذي كتب هذا الملف أو كتبوا له وهو وقع عليه باسم مستعار هو خالد نزار. فهموا في هذه اللحظة، فهموا الجنرالات أنهم ارتكبوا خطأ فادح. فالشخص اللي جابوه باش يلعبوا به بدأ يواجههم ويقاومهم بل ويهددهم، وخاصة تهديده لهم بأنه لن يعود من المغرب في شهر مايو 92. ارجعوا شوية اللور، يعتذروا له، يعود بضياف، وكان شيء لم يكن. في اعتقادي في تلك اللحظة اللي قال لهم ما نرجعش لو نشرتوا الملف، كانوا قرروا قتله واغتياله، إنما كانوا يبحثوا على الطريقة التي ستتم بها. يقوم بزيارات، ومن بين زيارات يزور عين تمشمت أسبوع تقريبا قبل اغتياله، أعتقد في بداية أو في منتصف في جوان 92، وتنفجر قنبلة كانت موجهة ضده. ينجو بضياف بأعجوبة ويفهم الرسالة. قبل ذلك كان فهم الرسالة بشكل دموي، لأن الذين أرسلهم بضياف للتحقيق في النهب والفساد والأموال المهربة إلى الخارج، سويسرا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ثلاثة من كبار الضباط أو من متوسطي ضباط المخابرات ما بين رتبة رائد وليتنان كولونيل، قتلوا. لما عادوا إلى الجزائر كلهم قتلوا، طبعا بين قوسين اللي اختلهم هو الإرهاب، بالرغم أن هؤلاء ما كانوا منخرطين لا في عمليات مكافحة الإرهاب ولا، وكانوا يخدموا مدنيين وما كانوش يعرفوهم لا الإسلاميين. وبعدين في 92 لم يكن عمليات القتل محدودة جدا، كانت جدا محدودة. يفهم بضياف الرسالة ولكنه يستمر ويعتقد أنه سيؤثر، وبدأ يتحدث آنذاك على إنشاء حزب كبير، حزب الشعب إلى آخره، وكلام كثير. وظن من أنه بإنشاء حزب وبخطاباته وبتقرب، خاصة أنه بدأ يطلق في الإسلاميين، أطلق عدد منهم، 7000 طلقهم في العيد الكبير، ظن بأنه سيسترجع الأمور وسيسترجع المبادرة وهو الذي سينقذ البلاد. لكن في عنابة في 29 يونيو جوان 92 يخرج شخص من وراء الستار ويطلق عليه النار. على الأقل هذه هي، وهذا الشخص هو بومعرفي، عبد الحق بومعرفي، اللي كان سوليتنو أو ليتنو حسب المصادر، وكان أحد حراسه، وكان تابع للمخابرات، وكان أرسل على عجل لم يكن في قائمة حراس الرئيس اللي كانوا 56 حارس شخصي له، لم يكن في قائمتهم، إنما أضيف لهم يومين أو ثلاثة قبل ذلك. وعمليا من أطلق الزناد على الأقل كان واحد، هو بومعرافي، وإن كان هناك مصادر تتحدث على أكثر من جهة، خاصة الرصاص الذي جاءه من الجانب، يعني بومعرافي كان من وراء الستار. ويقتل بوضياف أمام العالم وأمام كاميرات العالم، وتسود حالة صدمة هائلة في الجزائر وفي العالم أجمع. يقل أن يرى العالم رئيس يقتل، يعني ممكن مرة كل 20 سنة رئيس يقتل على الملأ، مرة كل 10-15 سنة في العالم أجمع يعني. كان منها إذن بوضياف، ولتدخل فيما بعد الجزائر في مآسي كبرى. ماذا قال بعض الذين كانوا في معنيين بالأمر مباشرة، من بينهم سيد أحمد غزالي؟ خلونا نشوف وش يقول سيد أحمد غزالي في الموضوع لما سئل. كان مرة شارك معايا في المغاربية قبل حوالي 4 أو 5 سنوات، كان الموضوع أنا وضعناه، كان الموضوع عن مقتل بوضياف، كانت ذكرى من ذكريات مقتل بوضياف. يقول سيد أحمد غزالي، يقول أن الشعب قالنا، هو يعترف أن يوم تفينا الشعب قال اللي جابوه هما اللي قتلوه. هذه أعظم شهادة وأهم شهادة في الموضوع. هناك شهادات كثيرة طبعا، شهادات اللي كانوا معاه شهادة، لكن شهادة الشعب الجزائري اللي خرجوا آنذاك بمئات الآلاف أو على الأقل بعشرات الآلاف، لكن على الأرجح كانوا مئات الآلاف،
في الجزائر العاصمة في الدفينة نتاعو، قالوا اللي جابوه هما اللي قتلوه، وهذا باعتراف رئيس الحكومة يومها. غزالي كان مازال رئيس حكومة، ستتم الإطاحة به بعد ذلك بأيام، لكن كان مازال رئيس الحكومة ويعترف بهذه الحقيقة المزلزلة اللي أصدرها الشعب، الحكم الشعب اللي أصدره يوم الدفينة، اللي كان أعتقد يوم 1 جويلية إذا كان ذاكرتي جيدة، أو 30 جوان، على الأرجح كان 1 أو 2. أي تحمد يقول تم قتله بطريقة توحي وكأننا في حرب عصابات في شيكاغو، وكل هذا كان مبرمج، ومن أهم أسباب قتله أنه أراد الذهاب للانتخابات. علي يحيى عبد النور يقول تم تصفيته من قبل الحاكمين الفعليين لديسيدور، يعني الجنرالات. نجل بوضياف نجلو ابنه يقول من جلبوا الوالد هم من قتلوه. ومن بين 56 حارس شخصي للوالد يوم اغتياله في عنابة لم يتدخل أحد، حارس واحد لم يتدخل من 56 حارس شخصي. وأشياء كثيرة بما فيها أن أحد الذين كانوا في التحقيق، المحامي فتح الله رحمه الله، تم قتله فيما بعد لأنه رفض الطريقة اللي اشتغلت بها اللجنة، واللي أرادت بعض الناس اللي كانوا داخل اللجنة تحميل بمعرفي المقتل وكأنه عمل فردي، بل أن اللجنة اضطرت حتى هي بالاعتراف بأنه وإن كان القاتل بمعرفي إلا أن هذا العمل ليس فردي. هذه حتى اللجنة فيما بعد اضطرت للتعديل. فتح الله سيقتل لأنه ذهب أبعد من ذلك، وكان يريد أن يشير في قناعاته لمن قتل بوضياف فقتلوه رحمه الله. نزار في 2012 عندما واجهوه بعض الشباب قالوا له، لما لقاوه هو ومحمد تواتي أحد كبار مجرمي الجيش، مخ الجيش كما يسموه، أحد كبار المجرمين، قالوا من قتل بوضياف؟ قال لهم الحقيقة ستتضح غدا، يعني في المستقبل سنعرف. نزار نفسه إذن يعترف أن هناك حقيقة أخرى غير الحقيقة الرسمية التي قيلت للشعب الجزائري. واقع الأمر أن بوضياف في اعتقادي قتل لثلاثة أسباب أو أربعة أسباب، هناك سبب رابع يتكلم عليه أي تحمد، لكن قناعتي أنه قتل على الأقل لثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول أنه اكتشف حجم الفساد العارم وسيطرة كبار الجنرالات على البلاد وارتباطهم بعمليات الفساد اللي كانت في بدايتها بالمناسبة، لكن بالنسبة لي هو هذا كان مرعب، لأن بوضياف يأتي من زمن الثورة، وزمن الثورة كان يحاسبوا الناس بالفرنك. كاين مرات مجاهدين قتلوا لأنهم سرقوا 500 فرنك ولا 1000 فرنك. كانت الثورة حاسمة وحازمة جدا في قضية المال والأموال. بوضياف كان بهذه العقلية. السبب الثاني كان يريد حل مع المغرب، والدليل أنه وقع الاتفاقيات اللي ظل المغرب طول عمره يرفض توقيعها، وهو الاعتراف بالحدود الجزائرية. الحسن الثاني اعترف بها، كان يريد إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية ولحل المشاكل مع المغرب. والسبب الثالث كان بدأ يفهم أن كثير من الإسلاميين الذين اعتقلوا، اللي هو بالمناسبة في البداية قال أنا أمرت باعتقالهم، بالرغم مش هو اللي أمر، لكن هو حب يتبنى هذا الأمر وقال ممكن نزيد، لكن فيما بعد بدأ يفهم اللي كثير من الإسلاميين الذين اعتقلوا في الحقيقة ذنبهم الوحيد أنهم كانوا أعضاء في حزب تم الانقلاب عليه، هو اللي فاز في الانتخابات الفيس. هذه هي الأسباب في اعتقادي الرئيسية. هناك بالنسبة لآية أحمد يقول أنه كان يعرف أن بوضياف كان ماشي في اتجاه انتخابات واستعادة السلطة من الجنرالات إلى المدنيين، ربما، لكني أنا شخصيا لم أسمع بهذا من قبل. لماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ هل التاريخ؟ جزئية للتاريخ، ومهم جدا أن لا يزور التاريخ، حتى وإن كنت هنا أنا أعطي فقط إشارات أو لفتات سريعة.
مهم جدا لا يزور التاريخ، لكن في الحقيقة أهم من النظر للتاريخ باعتباره ماضي هو تعلم التاريخ باعتباره يفيدنا ويفيدنا جدا في الحاضر والمستقبل. لأن في هذه الأيام كما تسمعون البعض يهرول، والبعض يجري، والبعض ينبطح في اتجاه ما يسمونه بالحوار، خدعة الحوار. البعض الحمد لله أنهم لا يكادون يمثلون شيء، لا يكادون يمثلون شيء. أنا هنا لا أتحدث طبيعة الحال لا عن طالب الإبراهيمي ولا على حمروش ولا على بن بيتور، إنما بعض، خاصة من يرأس بعض الحزيبيات الذين يعرفون أن لا وجود لهم عند الشعب الجزائري، ويعرفون أن إذا صارت انتخابات سيكونون أكبر الخاسرين. البعض يريد أن يبيعنا وهم الحوار. مع من؟ مع تبون. هل تبون يستطيع أن يصل سواء في تاريخه، في ماضيه، في شهامته، في مواقفه، حتى ونحن نختلف معه في بعض النقاط، ويستطيع الناس أن يختلفوا مع أبو ضياف بعض النقاط، لكن هل يستطيع تبون أن يصل إلى قطرة أو إلى شعرة في رأس أبو ضياف؟ هل يستطيع تبون أن يكون شعرة في رأس أبو ضياف؟ لا يستطيع. فأبو ضياف هو أحد صانع أمجاد هذا الوطن، وأحد صانع الثورة، حتى وإن اختلفنا معه في أنه هو الذي رفض، لقد عرضت عليه السلطة، عرضها عليه بوتفليقة من طرف بومديا اللي أرسله إلى سجن لاسونتي في باريس في عام 61، وكان بوضياف حسب بعض الروايات هو أول من عرض عليه بوتفليقة أن يكون رئيس الجزائر المستقبل. بوضياف قال له من أنت؟ قال له ليس أنا بومديا. قال له من بومديا؟ إنما نحب نولي رئيس الشعب هو اللي يختارني. هذا كان في 62. للأسف ما رفضه بوضياف في 62 وهو ابن 42 سنة، قابله في 92 وهو ابن 72 سنة. ما رفضه عن بومدين اللي مهما نقول عليه يبقى أنه كان عنده جيش، كان يحاول يبعث شوية سلاح، كان. ما رفضه من بومدين قابله من نزار ومن علي هارون ومن محمد تواتي ومن توفيق ومن محمد العظماري ومن جنيزية ومن غزيل، وأكثرهم كانوا ضباط في الجيش أو كبرنات بعبارة أدق في جيش فرنسا لقتال الجزائري. هذه كلها ينتقد فيها أبو ضياف رحمه الله، وأنه جاء على ظهر دبابة. لكن الأهم ربما من هذا ومن الانتقاد هو أن أبو ضياف شخصية كبيرة، وشخصية ثورية، وشخصية كاريزمية، وشخصية كانت تريد، لا شك في أن نيته كان يريد خير البلاد ويسعى إلى خير البلاد في قناعتي على الأقل. لكن الطريق كان خطأ. عندما يأتوا بك الجنرالات فهم الذين يتحكمون فيك، عندما يأتي بك كبار العسكر فهم الذين يبقونك على الحياة أو يقتلونك أو يطيحون بك. لقد أطاحوا ببنبلة في 65 لأنهم هم الذين جابوه، كانوا آنذاك عقداء، وأطاحوا بالشادلي في 92 بالرغم أنه كان عقيدا، ولكن حينما أراد زملاء أو مش زملاء في واقع الأمر مرؤوسيه، حينما أرادوا الإطاحة به فقد أطاحوا به في 11 يناير 92. وزروال كان جنرالا وكان وزيرا للدفاع، وحينما أرادوا الإطاحة به فإنهم ذبحوا الجزائريين، وخاصة في ما يحيط بالعاصمة في صيف 98 الرهيب، وأطاحوا به، واضطر زروال أن يرمي المنشفة. وحينما خنقهم الشعب بحراك 22 فبراير اضطروا أن يطيحوا بالمحنط اللي كانوا جابوه قبل 20 سنة،
وكانوا يقولون أنه هو الذي يحكم وأن الذي يحكم معه هو حداد وفلان. نعم كانوا يحكمون في حدود ضيقة، كانوا ينهبون في الحقيقة صحيح، لكن الحكم قلب الحكم ظل دائما في يد كبار العسكر، في يد كبار الجنرالات. وحينما يأتي بتبون وهو ابن 74 ولا 75 سنة، يأتون به رئيس ويفرضونها على الشعب الثائر المنتفض، فكيف يملك تبون أمره يا إخوان؟ بربكم قولوا لي كيف يملك تبون أمره؟ كيف يملك تبون أمره؟ إنه ليس أكثر من واجهة مدنية، شاء أم أبى، قبل هذا أم رفض، هو ومن معه. إنه ليس أكثر من خديم عند كبار الجنرالات اللي راهم متشاكسين ومتصارعين ومتضاربين الآن، لكن في النهاية متفقين على شيء، أن تبقى الجزائر غنيمة في يد كبار العسكر. محمد حربي المؤرخ الشهير يقول أن لكل دولة جيش ولجيش الجزائر دولة. الواقع أنه بعدما رأينا ما رأيناه أنه لكل دولة جيش ولجنرالات الجزائر جيش ودولة، لمخابرات الجزائر جيش ودولة. عندهم عقيدة، عقيدة التملك، يتملكون هذه البلاد، يتملكون أرضها وسماءها وشعبها وخزائنها وموانئها وكل ما فيها، هذا هم الجزائر. كيف يستطيع تبون أو غير تبون، فما بال يعني بوضياف بكل ما لديه من نظافة، بكل ما لديه من ثورية، بكل ما لديه من تاريخ، بكل ما لديه من جرأة، من كاريزم، قوة شخصية. قتلوه أمام العالم لما خرج على النص، على السيناريو المكتوب. وهل تعلمون كيف، ماذا أصبح محمد العماري بعد مقتل بوضياف، اللي كان بوضياف طرده من مكتبه وأطاح به من قيادة الأركان؟ بعدها مباشرة على الأرجح في جويلية 92 أو في نوفمبر 92 تم ترقية محمد العماري من جنرال إلى جنرال ماجور. ثم ماذا؟ ثم بعدها في أقل من سنتين أو في حدود سنتين تم ترقيته لأعلى منصب في الجيش وأعلى رتبة في الجيش، أول فريق جنرال دارمي. الجزائر كان الكابران محمد العماري اللي كان كابران عند فرنسا، مع احترامي الشديد لعرفاء الجزائر وكبرناتها. أنا شخصيا أول مرة سمعت باسم محمد العماري عندما كنت أدي في الخدمة العسكرية في أحداث 5 أكتوبر 88، ولأن المكان اللي كنت موجود فيه وهي لغارنيزون دالجي كانت هي المقر الرئيسي لمواجهة 5 أكتوبر، أول مرة نسمع به على أساس في عين النعجة في قيادة الأركان أو في قيادة القوات البرية، كان منسق قمع 5 أكتوبر. وش كانت رتبته آنذاك؟ ليتنون كولونيل، مقدم، مقدم محمد العماري في 88، عقيد في 89، جنرال في 90، جنرال ماجور في 92، وفريق في 94. 5 رتب في ماذا؟ في 5 سنوات في أفلام الهند وما لعبتش. 5 رتب من ليتنون كولونيل في 88، في نهاية 88 إلى فريق أعلى رتبة وأعلى منصب في الجيش، قائد القوات البرية، قائد الأركان. قائد القوات البرية آنذاك هو القائد صالح البنديسي السكتمبري اللي جابوه من بعد باش يستمر هو معاهم لأنهم كانوا راضين عليه كثير. هذه هي الحقائق.
ومن يريد أن يقنعنا أنه بدون تفكيك دولة الحنوشة يستطيع أن يبني الدولة المدنية فهو كاذب، وعندما نحسن به الظن نقول فهو واهم. من يريد أن يقنعنا أن الذي جاء على دبابة الجنرالات يستطيع أن يواجههم وأن يطيح بحكمهم وأن يعيد الجزاء لشعبها فهو كاذب، وفي أفضل الأحوال نقول فهو مخدوع أو مهفل أو مستحمر، نقولها على البسطاء. أما الكبار فهم طبعا معهم ماشيين معهم. تبون يا سادة، أيها السادة، يا أحرار البلاد ويا حرائر البلاد، تبون ما هو إلا دمية في يد دولة الحنوشة، في يد الجنرالات. تبون ما هو إلا لعبة في أيديهم وما عندوش وين يخرج. تبون اليوم ابنه مسجون في قضية كوكايين، مسجون، هو عنده 70,000 مصيبة ملفات شادينها عليه، لا يستطيع. إذا كان الشاد اللي بالجديد اللي جابهم ورقاهم جنرالات أطاحوا به، إذا كان زروال اللي كان جنرال وكان وزير دفاع أطاحوا به، إذا كان المحنط اللي ظن بأنه غير قاع الجيش والسعيد معاه غيروا قاع الجيش وجابوا قاع الناس اللي يحبوهم هم، ومع ذلك في نقزوا من السفينة الغارقة وأطاحوا به. فكيف إذن لتبون الذي يحمل على كاهل جبال من الفساد أن يستطيع أن يواجههم؟ لن يستطيع. الحل الوحيد أن يقول نطبق المادة 7 و8، وأنا باعتباري راني رئيس تاع الواقع نسلم الأمر للشعب. الحل الوحيد هو الإطاحة بكل كبار الجنرالات. أنا أتحدث هنا على لي ديسيدور، أقصى حد هما 30 من 450 جنرال. الحل الوحيد هو حل المخابرات، ما عدا مخابرات الجيش اللي يكون دورها فقط الاهتمام بأمور الجيش، معناها دي سياسات تهتم فقط بأمور الجيش، الباقي تحل المخابرات وتبنى من جديد. بدون هذا لن يستطيع لا هو ولا غيره إما الوصول بإرادة الشعب عن طريق الانتخابات أو عن طريق الانتفاضة والثورة، وإما ستبقى أي واحد يجيبوه سيبقى أسير في أيديهم. هؤلاء ليسوا لا رأسماليين ولا شيوعيين ولا بربريست ولا إسلاميين ولا ليبراليين، ولا هؤلاء شهوانيين، عقيدتهم، حياتهم، دينهم الشهوات والملذات. مستعدين يتخلوا عليها، مش مستعدين يتخلوا على الملايير التي نهبوها، ولا على الفيلات التي بنوها، ولا على الملايين وعشرات الملايين من الدولارات التي حولوها، ولا على الشركات بأسماء أبنائهم وزوجاتهم ونسائهم، ولا الأراضي، ولا الهيلمان، ولا النفوذ. الجنرال بوعزة هذا اللي راهم عادوا ورضوا عليه باش يبقى في المخابرات الداخلية يضرب جنرالات بالكف، طيب كلام لا يعقل ويسبهم بكلام لا يعقل. جنرالات لماذا يفعل ذلك؟ باش انا ربكم الاعلى، ما كاش واحد يتحرك قدامه، مش راح نجيب لكم واش كان يقول القايد صالح واش كان يفعل القايد صالح. خلونا نحكوا على الاحياء. لو نجيبوا فقط هذا ابو عزة واسيني اللي راهو اليوم ما زال يلعب دور رئيسي بعد ما كان المفروض انهم سيحاكمونه نتيجة لحسابات داخل السلطة، وها هو الآن يتحدث على تفكيك الحراك وعلى ضرب
النساء داخل الحراك بالذات استراتيجيتهم إخراج النساء من الحراك حتى يمكن قمعه. ولذلك يا حراير البلاد دوركم مهم جدا. يريدون إخراج النساء والأطفال حتى يتم من بين، رغم يخدموا على مجموعة من الأشياء. الحمد لله أن هناك أحرار داخل مقراتهم يخبرون بما يحدث. كل استراتيجيتهم اليوم مبنية على كسب الدعم الخارجي، الخارج، تطبيع مع الخارج. ولذلك وقفة برلين مهمة جدا، ولا يمكن إلا من لا يستطيع، حتى يرى العالم أجمع أن الجزائريين يرفضون هذا به الجنرالات. وفي الداخل استراتيجيتهم تفكيك الحراك، عدها قمعوا كما يقمع في تيالت وفي مستغال وفي بالعباس، في الغرب عموما، وهران سلك عاد فيها الأحرار بالآلاف. ولذلك أنصح إخواني في الغرب وفي الوسط من يذهب هذه الجمعة والثلاثاء القادم والجمعة القادم فليذهب إلى مستغانم، إلى تيالت وإلى مدن الغرب. إخواني في الوسط وفي الجنوب وحتى في بعض مناطق الشرق، من يستطيع أن يذهب إلى شواط، إلى ورقلة، إلى غرداية فليفعل، لأنهم يريدون تحييد الجنوب، يريدون تركيزه في منطقة القبائل والعاصمة. مرت وشفنا أسرة في كبار البلطجيين في برج بوعريريج وآخرين في معلو. هو إعادة هذا الشعب إلى القهر. يوسف بن ملوك يسمح لي لأني مرع. يوسف بن ملوك هذا بلا حراك يخرج كل الذي فضح ملف Gracias.